وأنتقل مباشرة إلى دخلتي وشهادة أستاذ مصطفى معاشي، يعني أستاذنا وعميد الكلية، كلية الآداب بتطوان، ليحدثنا فيما ويعطينا ظروف حول يعني كتابة هذا العمل والظروف التي جاءت في هذا العمل وتوضيحها لنا. تفضل أستاذ العميد. بسم الله الرحمن الرحيم، تسمعوني؟ نسمعك أستاذ، تفضل. شكرا. قلت إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزملاء الزميلات، مساء الخير وشهر رمضان مبارك سعيد علينا جميعا، ونسأل الله أن يدخل علينا بالصحة والعافية وأن يرفع عنا هذا البلاء لكي تعود الحياة إلى طبيعتها، ومنها اللقاءات العلمية الأكاديمية الحميمية التي تجعلنا أمام بعضنا وليس خلف الشاشة. هذا قدرنا في هذه اللحظة، ولكن يجب أن نرفع التحدي وأن نستمر في التواصل ونستمر في العطاء خدمة للعلم وللمعرفة وللأجيال القادمة. أريد في البداية أن أشكر الزميل العزيز سي بوشعيب الثوري على هذه العناية، على هذا الاهتمام، على هذه الدعوة الكريمة، على هذه الجمعية الفتية التي وإن تأخرت المغاربة في تأسيسها، وإن جاءت في وقت مناسب الآن لكي ندرس تراثا مهما يجري في عروق المغاربة، وهم بطبيعتهم يحبون السفر والترحال والتنقل والحكي، حتى إن لم تدون، الحكي عن السفر والحديث عن مغامراتهم وتنقلاتهم سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. هذا شيء أصيل في ثقافة وذهنية وعقليات وسلوكات المغاربة، وهذا ما يفسر لنا كيف أن المغاربة ضاقوا الآن حالا بهذا الحجر الصحي وهذه الحالة الطوارئ الصحية التي حالت دون تنقلهم وحالت دون سفرهم برا وجوا وحتى في التواصل يعني في بينهم. وهذا يعني شيء مهم جدا يجب أن نشير إليه، ولكن رحلة هي ليست فقط رحلة في المجال الجغرافي، بل قد تكون رحلة في داخل الذهن وافتراضية في كثير من الأحيان. شكرا لكم على هذا الاهتمام وعلى هذه العناية، شكرا للزميل بشعي الثوري، شكرا للأستاذ عفوا حتى لا أني أخطأ في الأسماء خالد السرتي، شكرا للأستاذ نور الدين فردي، وشكرا لجميع أعضاء الجمعية المغربية لبحث في الرحلة، وشكرا لكل الزملاء الأساتذة والطلبة الحاضرين معنا المتتبعين لهذه الأمسية. مداخلتي أبدأها أولا من لقاء عقد في سنة 2018 في الدوحة بقطر، وكان موضوع هذه الندوة تتعلق بالمدونات التاريخية، وكانت لي مداخلة يعني قد يعتبرها البعض بأنها يعني خارجة عن النسق العام لمدونات المؤرخ، وهي الوثيقة بالدرجة الأولى والمصادر التاريخية بالدرجة الأولى. فكانت عندي مداخلة حول يعني المؤرخ والرحلة، أو كيف تتصدر الرحلة مدونة المؤرخ. وهذه المداخلة طبيعة الحال كنت قد تناولت فيها موضوعا آخر لا علاقة له بهذا النص الذي كنت أشتغل عليه منذ مدة زمنية طويلة. وبالتالي فالرحلة مهما سميناها بأنها كتاب في الأدب الجغرافي أو كتاب أدبي يعني في الآداب من حيث الشاعرية والجمال إلى غير ذلك، ولكن الرحلة كنص تاريخي، وعندنا في المغرب كثير من النصوص
التي هي ليست ذات طابع أدبي محض أو جغرافي بقدر ما هي يعني نصوص تاريخية. أعطي مثال بحيث الأمير عبد السلام العلوي ابن السلطان سيدي محمد عبد الله الذي زار القاهرة في طريقه إلى الحج، فجاءت هذه الرحلة حول تاريخ مصر. هذه النص الذي نحن بصدده المتعلق برحلة الهشتوكي الناصري هي أيضا يعني رحلة عندما نقرأها لا نجد معطيات أدبية بقدر ما نجد معطيات تاريخية ومعطيات جغرافية حضارية ثقافية معلومات معطيات يعني إضافية قدمها صاحب الرحلة. فالنص الرحلي هو يعني بهذه الأوجه المختلفة يعني بالنسبة إلينا في مجال التاريخ يعني في كثير من الأحيان الرحلة تتصدر المدونة التاريخية وتلغي بشكل نسبي تلغي النصوص التاريخية الأخرى وتعطي المكان للرحلة لكي تقدم معطيات تاريخية. وأنتم خاصة بالنسبة للذين قرأوا هذا النص، أتحدث عن نص الرحلة في حد ذاته للهاشمي الهشتوكي الناصري، سوف يقف عند الكثير من المعطيات منذ بداية الرحلة إلى نهايتها، كلها معطيات لا نجدها إطلاقا في المصادر التاريخية ولا في الوثيقة. وبالتالي فهذه المعطيات مهمة جدا في لا أقول فقط ملء الفراغات، وهذه أعترض على هذه التعبيرات التي نستعملها كثير من الأحيان، وإنما في إعادة كتابة بعض المراحل من تاريخ المغرب التي تكون فيها معطيات إما عامة أو غامضة أو مجهولة إلى غير ذلك. هذه الرحلة من هذا الشخص الفقيه الكاتب البسيط في ثقافته، هو ليس بعالم، كان كاتبا للقائد الجندافي وكتب هذا النص، وجاء عبارة عن ويخرج عن يعني نسق الرحلات الأخرى التي تكتب عادة تقليد كيف تكتب الرحلة عند المغاربة، فهو كتب بطريقة مباشرة تقريرية يصف ما يشاهده ولا يعني يقدم أي موقف من 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 من, من الأشياء التي تجري أمامه كيفما كانت، علما أن هذه الرحلة جاءت سنة 1926، يعني أنه تقريبا السنة التي سوف يتم فيها القضاء نهائيا على المقاومة، وسوف تدخل مرحلة جديدة فيها العمل السياسي والعمل الدبلوماسي، وسوف تغير فرنسا من سياستها في 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 المغرب ببدء سياسة جديدة تدخل في سياقها، تدخل هذه الرحلة التي ذهب فيها القائد القذافي ضمن وفد ضخم وكبير. وأنتم اطلعتم على الأسماء التي ذكرها الهشتوكي والتي كانت ضمن هذا الوفد، وربما يعني هذه الأسماء لم نكن نعرفها أنها قد ذهبت في هذه الرحلة وما الدور الذي سوف تقوم به. صحيح هناك بعض الأسماء المعروفة اللي هو الطباخ اللي هو سائق إلى غير ذلك، ولكن معطيات مهمة ذات دلالة لها يعني تحمل مؤشرات يعني في كيفية تحرك هذا الوفد الذي ذهب مع السلطان إلى باريس. هذا النص الذي وصفه البعض بأنه اكتشاف ليس بهذا المعنى المطلق. هذا النص كان الأستاذ المحترم أستاذ الفلسفة في مدينة مراكش الأستاذ بومسهولي كان قد نشره في حلقات على صفحات جريدة الاتحاد الشراكي في إحدى مراحل الصيف أعتقد أو حلقة رمضان، ولكنه كان قد نشره بتصرف، وطبيعة الحال يعني أنا أتفهم أنه ليس بمؤرخ وليست له علاقة بقراءة النصوص المخطوطة، فكان هناك يعني نقص وبطر وتصرف كثير في هذا النص، وبالتالي طبيعة الحال يعني سأتكلم عن بداية الألفية الثالثة سنة 2000، وكنت قد جمعت كل تلك الحلقات بحكم أنني متخصص ومهتم في الرحلة كمؤرخ وليس كأديب أو كباحث في الأدب، كمؤرخ كنت قد جمعت هذه النصوص، وكانت دائما عندي رغبة أنني أسعى للوصول إلى النسخة المخطوطة لهذه الرحلة. وطبعا الحال احتفظت بهذه الرحلة التي طبعت على صفحة جريدة الاتحاد الشراكي منذ تلك الفترة حتى
أعتقد ربما القرن حتى عفوا سنة 2015-2016، حيث استطعت عن طريق بعض الزملاء الذين عن طريق الزميل إسماعيل شريا الذي اتصلنا مباشرة بأحد أحفاد الهشمي الشوكي والذي زودنا بالنص المخطوط لهذه الرحلة، ومنذ ذلك قمت بقراءته واكتشفت أنه نصا مهما ونفيسا ويتضمن معطيات مهمة ويجب العمل على تحقيقه وإخراجه. وكنت قد حدثت كثير من الزملاء الأساتذة ومنهم الأستاذ شعيب حليفي وشعيب السوري عن هذا النص في مناسبات جمعتنا، خاصة في اللقاء الذي جمعنا بمدينة العيون حول هذا النص المهم جدا، وكانت دائما يطلبون مني أن أخرج هذا النص للوجود. طبعا الحال اشتغلت عليه مدة زمنية طويلة، ولكن طبعا الحال تعلمون أنه بالإضافة إلى المهام كمدرس في الجامعة ومسؤول كنائب للعميد مكلف بالبحث العلمي والتعاون ومدير مركز الدكتوراه، ثم الآن كعميد الكلية، ليس من الصعب أن تجمع وأن توفق بين كل هذه المهام في هذه، ولكن بمجهود وبمساعدة بعض الأصدقاء، وهنا بالمناسبة أشكر سي محمد تمسم عفوا الأندلسي الذي كان دائما يقدم لي يد العون في كلما لجأت إليه في المساعدة في مثل هذه الأعمال الأكاديمية والعلمية. فأني كان هذا النص سيخرج إلى الوجود منذ سنة أو سنتين تقريبا، ولكن نظرا لظروف خاصة بمرتبطة بعملي وأيضا بظروف الآن الذي مرتبطة بالجائحة، يعني تأخر هذا العمل إلى هذا الشهر الماضي الذي خلال شهر مارس خرج إلى الوجود. وبهذه المناسبة أشكر مؤسسة باب الحكمة بمدينة تطوان على السهر والمجهود وإخراج الرحلة في حلة جيدة وممتعة لكي نفيد بها القراء المهتمين بصفة عامة بالرحلة. وإخراج هذا النص أردت من خلاله أن أؤكد أنه لا زالت هناك الكثير من النصوص خاصة لدى الأسر المغربية، وللأسف الشديد أنه بعض الأحيان يتعذر علينا أو يصعب علينا أن نصل إلى هذه النصوص، ولكن يعني المحاولات لا زالت جارية لأنه من أجل إنقاذ هذا التراث ومن أجل إنقاذ هذه الرحلات التي نحن بحاجة لدراستها. إذا عدت إلى الجزء الثالث من كتاب المرحوم محمد المنوني الذي يتحدث به عن المصادر العربية لتاريخ المغرب، يتحدث عن الكثير من الرحلات التي لا زالت لدى الأسر وللأسف الشديد أنه لا نصل إليها. هذا الرحالة الهشتوك الهاشمي مع القائد القندبي له رحلة حجية، قام برحلة حجية، للأسف هذه الرحلة الحجية لم نعثر عليها، وهي مهمة جدا لأن في فترة زمنية دقيقة ومهمة، وأكيد أنها تحدث عنها حفيد القائد القندفي في كتابه حول القائد القندفي وقدم معطيات مهمة، ولكن للأسف الشديد أني لم نعثر عليها. كأيضا بالنسبة لرحلة محمد بن يحيى الصقلي الذي زار تركيا في تقريبا في نفس الفترة بعد سقوط الخلافة العثمانية في إسطنبول، فأيضا هو عرج أيضا ذهب إلى الحجاز وذهب إلى سوريا وإلى منطقة الشام وفلسطين، ولكن للأسف الشديد أن هذه النصوص يعني لا نسمع عنها ولم يعني لم نتمكن من الوصول إليها، وأعتقد أن هذه مسؤوليتنا أن نبحث وأن نجتهد في أن نصل إلى هذه النصوص لكي يعني ننقذها أو في نفس الوقت نقدمها للقراء، لأن أكيد سوف تساهم في إعادة كتابة يعني مراحل مهمة من تاريخ المغرب. هذا النص يعني أنا سوف لن أتحدث لأنه النص خرج، الدراسة التي قمت بها خرجت الآن إلى القراء، خرجت إليكم وإلى الجميع، وكل واحد منا وكل واحد منكم سوف يعني يأخذ جانب معين، سوف يستوقفه محور معين، سوف يستقو حادثة معينة، شخصية معينة، أحداث معينة إلى غير ذلك. فلم يبقى لي الآن بعد خروج الكتاب أن أضيف شيء. الكلمة هي الكلمة للقارئ، الكلمة للباحث، الكلمة للناقد الذي يجب أن ينتقد الكثير من الأشياء التي ترتبط بهذا النص بهذه الرحلة، لكن أنا فقط أريد أن أتحدث عن ثلاث عناصر أساسية بالنسبة لي مهمة في هذه الرحلة. المرحلة النقطة الأولى أو المحور الأول هو المتعلق بها بالسياق.
هذا السياق هو عندما نتحدث عن سنة 1926 هو تأسيس يعني مسجد تشين مسجد باريس، لكن يجب أن ننظر ما قبله ونفس المرحلة وما بعدها. فهنا يعني أن القائد القندفي الذي ذهب إلى فرنسا يعني لم يكن هو من ذلك القياد البسطاء، كان شخصية قوية جدا. للأسف أنه لا نتوفر على دراسات وأبحاث أكاديمية حول هذه الشخصية المهمة، والتي الرحلة تقدم جوانب حول هذه الشخصية، لكن عندما نعود إلى بعض النصوص التاريخية وبعض المصادر التاريخية نجد على أن هذا الشخص هو من القياد الكبار في المغرب الذي لم نهتم به ولم يهتم به الدراسات، رغم أنه قام بأعمال كبيرة ومجهودات كبيرة، يعني هو الذي قام واجه أحمد الهيبة في جنوب المغرب، كان يعني شخصية قوية في مواجهة فرنسا رغم أنه كان من رجال المخزن، كان له دور كبير في استقرار المنطقة بالجنوب المغربي، وبالتالي يعني كان المخزن يعول عليه في كل شيء، وكانت فرنسا يعني تحاول في كل مرة أن تواجه هذا أو تعزل هذا القائد القندفي، لكنه استمر وصمد في وجه الاحتلال الفرنسي رغم أنه كان ضمن رجال المخزن. القندفي عندما ذهب إلى فرنسا كان قد عزل من مهامه، لم تعد له مهمة رسمية كما كانت، وإنما حرص السلطان على أن يكون القائد القندفي حاضرا في هذه الرحلة، وبالتالي هذه الأحداث هي مؤشر ومهم جدا تدفعنا إلى أن نعيد قراءة الأمور، وأن لا تكون عندنا قراءات متسرعة لإصدار أحكام وقيم أو أحكام قيمة حول بعض الشخصيات ومنها القائد القندفي. هذا الشخص يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى 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 وقفة تأمل وعميقة حول هذه الشخصية والمرحلة التي عاش فيها والأدوار التي قام بها، يعني شيء مهم جدا خصنا يجب أن نهتم به. كانت له علاقات خارج المغرب ليس فقط على مستوى فرنسا وإنما حتى على مستوى المشرق العربي وفي مصر، عندما نقرأ هذه نجد الكثير من المعطيات المهمة حول هذه الشخصية. فأنا أركز على مسألة السياق، لكن ليست بتلك القراءة المتسرعة، تلك القراءة التي تحاول أن نتحدث على أن كان هناك استعمار وأن كان هناك رجال وقادة وقياد يعني يخدمون الاستعمار، لا أبدا. أنا أعتقد أنه يجب أن تكون لنا نظرة موضوعية ودقيقة حول هذه الشخصيات، وخاصة لا يمكن أن نقول كل القياد في المرحلة الاستعمارية كانوا يعملون مع الاستعمار، كان هناك قياد يعني يقفون صناديد في وجه الاحتلال وقدموا يعني دور كبير جدا، قاموا بأدوار كبيرة جدا للمجتمع المغربي خاصة في المناطق التي كان يحكمون فيها. وهذا طبيعة الحال ما هو إلا بالنسبة لي إلى مدخل لمحاولة البحث لدراسة هذه الشخصية من جوانبها المختلفة. هذه النقطة المتعلقة بالسياق. النقطة المحور الثاني وهو المحور الذي يتعلق بهذه الشخصية، هذه الشخصية المرتبطة بالهاشمي الهشتوكي، شخص يعني ظل هو اسمه لصيق بالقائد القندفي، ولولا هذه الرحلة ربما لم نكن لنعرف شيئا عن هذه الشخصية، عن الهاشمي الهشتوكي، لم يترك لنا أني تراثا لأنه كان فقط كاتبا، وبالتالي هذه الرحلة عرفتنا به وعرفت أيضا بجوانب من حياة القائد القندفي، عرفت بجوانب من واقع المغربي خلال الاحتلال سنة 1920، وعرفت أيضا بالإبحار في المتوسط، وعرفت أيضا بما كانت عليه فرنسا خلال تلك الفترة من مطلع القرن العشرين. هذه أشياء مهمة من هذا الكاتب البسيط، ليس صاحب ثقافة كبيرة وإنما هو ثقافته بسيطة، والذي قرأ الرحلة سوف يقف عن يعني الطريقة التي يكتب بها واعتماده أنه عندما كان يعجز في الكتابة أو التعبير يلجأ إلى الكلمات والمصطلحات الدارجة أو المصطلحات الفرنسية ويترجمها إلى الدارجة أو يستعملها كما استوعبها كما فهمها ويوظفها في هذه الرحلة، وهذا شيء مهم جدا يعني في, في, في هذا النص. هو في هذه الرحلة صحيح أن المناسبة هي تدشين مسجد باريس، ولكن والشخصية المحورية في هذا عملية التدشين هو السلطان
المولى يوسف، لكنه كان لصيق بالقائد القذافي، فبالتالي لا يتحدث كثيرا عن السلطان ويتحدث عن القذافي، أو في بعض الأحيان يتحدث عن تحرك الوفد في حد ذاته في تنقلاتهم أو زياراتهم لمواقع مختلفة في فرنسا. هذا الشخص إذن رغم بساطته خلف لنا نصا مهما غزير المعطيات والمعرفة والمداخلات للزملاء الأساتذة، بيّنوا بكثير من التفاصيل أشياء مهمة التي هي قابلة للتطوير وللدراسة وللبحث. النقطة الثالثة والأخيرة وهي هذا النص في حد ذاته يمكن أن ندرسه من جوانب مختلفة، يمكن أن نستخرج منه أشياء كثيرة جدا. ما لفت انتباهي في هذا النص وأنا أشرت إلى ذلك في دراستي لهذا النص هو أولا الأحكام والمواقف المرتبطة بالهاشم الهاشتوكي حول فرنسا أو حول الشخصية الفرنسية أو حول هذا المستعمر، يعني يتعامل ربما لأنه تشبع بأخلاقيات ومعاملات دار المخزن، ربما لأنه ينتمي إلى سلك دبلوماسي، هو في مهمة دبلوماسية، ربما لأنه يقوم بدور وممنوع عليه أن يقوم بتصريح أو 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 أو, أو الكلام بأسلوب غير هذا الأسلوب الذي كتب به، ربما هذه أشياء ربما قد، ولكن في نهاية المطاف أنا بالنسبة لي أعتبر بأنه هذا الشخص يعني بخلاف الكثير من الذين ارتحلوا إلى 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 فرنسا خلال هذه المرحلة الاستعمارية، يعني كانوا يتحدثون عن أشياء كثيرة في نفس الفترة، إذا خدينا رحلة بن كيران، إذا خدينا الرحلة ديال عبد السلام السايح، إذا خدينا الهواري، كلهم هؤلاء كتبوا عن فرنسا بهذه الأشياء، كانوا يصدروا أحكام أو بعض المواقف مما كانوا يشاهدونه في فرنسا، ما هو مرتبط بالنساء خاصة أو بمظاهر غير مألوفة عندنا في المغرب. الهاشمي الهاشتوكي يعني أنه لا نجد في رحلته سب أو قدح أو نعت أو نعوت سلبية أو إشارات من أي نوع، يعني كان يعني تقريريا وذاتيته بعيدة كل البعد في هذه الرحلة، لا يتحدث عن ذاته، فهو غير موجود يعني تقريبا أو شبه كلي في هذا النص كمواقف وآراء إلى غير ذلك، فهو فقط يصف ويقدم هذه المعطيات ويترك طب الحال يعني للقارئ الذي سوف يقرأ هذه الرحلة، لأنه عندما كتبها لم يكتبها للقراء بطبيعة الحال، هو كتبها للقائد القذافي ولكنه احتفظ بهذه الرحلة وظلت عنده، ولحسن الحظ أنه ظلت عند أحفاده واستطعنا أن نصل إليها، فهي نص غزير جدا من أول نقطة الانطلاقة في 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 الدار البيضاء أو المرتبط بمدينة الصويرة أو المرور عبر شمال المغرب أو في البحر المتوسط أو ما كان يجري داخل السفينة أو مسألة الحجر الصحي أو مسألة الوصول إلى مغسيليا أو إلى هذه أشياء كلها، هذه كلها تفاصيل مهمة يقف عندها ويقدم حولها معطيات مهمة جدا، يعني تساعدنا في لا أقول دراسة أدبية محضة وإنما فيما يتعلق بدراسة الرحلة. أعتقد أن النص جديد، النص يقدم معطيات جديدة، يقدم يعني نوع آخر من أدب كتاب الرحلة، يختلف عما ألفناه في 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 الماضي منذ أن بدأت الكتابة حول الرحلة، وأعتبر أن الهاشمي الهاشتوكي هو في هذا الباب مجدد في كتابة الرحلة. النص الرحلي المغربي سوف إذا قارناه بالنصوص سواء كانت في القرن 16 أو 17 أو 18 أو حتى 19، فيجب أن هناك اختلاف يعني كبير جدا من حيث النسق والبناء لهذا النص بنيويا، وليس هو فقط من قام بهذا العمل رغم بساطته، أيضا العالي العلامة والأستاذ والمفكر ابن مدينة تطوان
محمد داود رحمه الله في كتاب رحلته المشرقية، نص آخر طريقة أخرى في الكتابة، وأيضا هو مجدد في 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 أدب الرحلة، وكتب نصا قيما ومهما جدا يحتاج إلى الوقوف عنده ودراسته، دراسة يعني عميقة لكي نقف عن تطور الأفكار، تطور العقليات، تطور الذهنيات، تطور السلوكات. نتساءل في بعض الأحيان من أين أتت هذه الأمور، لأن هذه الأمور يعني بصفة عامة في المغرب لم تكن عند كل المغاربة، وإنما نجدها عند البعض، كما نجدها مثلا عند الهاشمي الهاشتوكي، ونجدها أيضا عند محمد داود أو بعض الشخصيات الأخرى أو بعض الرحلة الآخرين الذين ارتحلوا خلال القرن التاسع، نهاية القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين. لا أريد أن أطيل كثيرا. الآن بعد صدور هذا النص، في الحقيقة أنه لم تعد الكلمة لي أنا شخصيا، الكلمة لكل من قرأ هذا النص، ولكل مهتم بأدب الرحلة، ولكل من يبحث في 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 أدب السرديات، ويعني قد يجد أشياء ربما لم أقف عندها، لم أنتبه إليها، ربما أشياء فاتتني بحكم الاشتغال في أشياء أخرى، لكن أنا سوف أكون سعيدا وأنا أستمع إلى مداخلات الزملاء الأساتذة، إلى الانتقادات، إلى الملاحظات التي قد يقدمها البعض. هذا النص سوف لن يكون هو النص الأخير بطبيعة الحال الذي أخرجته دابا الآن، هناك نص آخر جديد سوف أعمل على إخراجه قريبا جدا، وهو أيضا نص ليس معروفا ولم يطلع عليه أحد من قبل، ولكنه يقدم أيضا أنا بالنسبة لهذا واحد نوع من النبوغ المغربي الذي يجب أن ننتبه إليه وأن نهتم به، لأنه فطن إليه الكثير من المشارقة وبدأوا يهتمون بهذا النوع من الكتابة المغربية، ويعني للأسف الشديد أنهم يتركون فراغات كثيرة في 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 أعمالهم. هذا نداء إلى كل المغاربة الذين يهتمون بنصوص الرحلة إلى الاهتمام بهذا النص، وهذه مناسبة لكي أشيد بهذه الجمعية الفتية التي جاءت في الوقت المناسب الآن لكي نهتم بهذه النصوص، وأن نعمل على ترسيخ أن تصدر من المغرب وأن تكون يعني إنتاجا مغربيا لدعم الشخصية المغربية، الثقافة المغربية والمعرفة المغربية بشكل عام. أشكركم وأعتذر على الإطالة، أشكر كل الزملاء المتدخلين، وسعدت وأنا أستمع إلى الملاحظات والمداخلات والإشارات التي قدموها، ربما هذه فقط بداية لأشياء أخرى في 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 هذه في هذا النص، التي يمكن أن أي قارئ أكاديمي أن يهتم بهذا النص سوف يقف عندها ويعطيها الأهمية التي ربما لم أوليها أنا شخصيا. شكرا لكم ولكم الكلمة، ومناسبة أخرى إن شاء الله تجمعنا حول هذه النصوص الرحلية المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدورنا نشكر الأستاذ الغاشي الذي رغم انشغالاته المتعددة فإنه لا يغفل الجانب يعني البحث العلمي والتواصل والمشاركة في كل المحافل الثقافية والعلمية. كذلك نشكر على الإفادات المهمة والتوضيحات التي اقتبها لنا بشأن يعني إصداره الجديد من حيث إبراز أهمية يعني هذه الرحلة، رحلة الهاشمي الشوكي المصيري، سياقاتها التاريخية إلى ذلك، توضيحات حول كيفية التي حصل بها على يعني هذا يعني النص في إطار يعني التوضيح من صعوبات الحصول على المخطوطات يعني الرحلية، والتي هي يعني كثيرة بشهادته وشهادة يعني المهتمين بمجال المخطوطات. توقف الأستاذ عند يعني آفاق العمل يعني الرأي يعني هذا النص
من حيث استغلاله في الكتابة التاريخية وغيرها. وهنا أود يعني أن أقول كتوصياتين يعني أن هذا بين أفق العمل الأولى التي يجب أن نتبه إليها وهي محاولة ترجمة النص، إنه كما يهمه تاريخ المغرب فإنه يهمه تاريخ فرنسا. ترجمته أولا للغة الفرنسية لأنه سوف يلقى أيضا إقبالا يعني من قراء المسلمين في يعني التاريخ. أستاذ خالد اسمح لي على المقاطعة، نسيت أن أشير أن الكتاب ترجم إلى اللغة الفرنسية من طرف الأستاذ محمد سعد الزموري وطبع بالجالية المغربية بالخارج وهو موجود باللغة الفرنسية، يعني عفوا عن المقاطعة. نعم شكرا على التوضيح. أنا أعتقد أنه ربما نسخة يعني أخرى يعني ماشي اللي حصلت عليها على أين. فيعني قبل يعني أن ننتهي من قراءتي يعني الإصدار أستاذ الغاشي يشوقنا إلى مصير جديد نتمنى له الصحة والعافية لمزيد من العطاء، ونتمنى كما جاء على لسانه يعني رفع هذا الوباء علينا حتى نلتقي وتكون يعني مشاركتنا يعني فعلية وأكثر حماسا. شكرا مجددا أستاذ الغاشي.